هيشرف دلوقتي حالا. اتفضل يا جناب العمده. ايوه اتفضل يا جناب العمده. عارفه لو كنت اخرتيني على الاراجوز كنت عملت فيكي ايه؟ كنت عملت ايه؟ ولا حاجه. وبعدين ما انت اللي استخسر تجيب لي حمار اركبه وانا جاي. ما اخر حمار ركبتيه لزق في الاسفلت. احنا طلعوا الحمار ما طلعش ونطق قال انا مش طالع وهشتغل مطب صناعي اصلا. يا حلاوه يا اولاد العمده فهم الحمار والحمار فهمه. ايوه فهمت الحمار اذا كنت فاهمك انت مش فاهم. بقول لك ايه يا غفير طار ايه الا مين الكنتالوفيه اللي قاعده هناك دي؟ دي ايه دي فاطمه مرض ابو العيله وحدها عيال يامي. ايوه دي جشتة وعسل ومربى. ايوه ايوه هي متجوزاه من كداكي دي يجي من 30 سنه. كفايه عليه كده. يا وجعانين يا والله حصلت في وشي. اصبروا بس يا عيال تخيلي معايا كده. تخيلي معايا يا بنت يا فاطمه. جبنا المسلسلات اللي احنا كناها كلنا دي وما سبتلوش ولا حته يا جوبنا. ها تخيل الحته دي لو هي بطي ولا ويزي كنت عملت ايه يا بيه؟ يا سلام ده انا كنت اديتك حتي وكنت اديت كل عيل من العيال حتي وكنت خدت فتفوتي. طبعا لو البطه معاكي انت كنت لهطيها برشي. طب التغيير التغيير اشتمي اشتمي ده تماما. يا عيال يا عيال انتوا ما بتشبعوش ابدا. وبعدين انا عايز افهمكم حاجه، الغيزي مش غيزه للمعده بس، لا في كمان غيزه للروح. عشان كده انا جايبكم النهارده في الساحي عشان نشوف الانترتينمنت. ايه ده ايه ده الانترتينمنت الترفيه جايبكم تتفرجوا على الاراجوز. ده يابا ده هو ايه اراجوز بس مش دي، لا التاني اللي هو الخشب. ايه الاراجوز اللي هو دي اهو اهو أراجوز. الله الله بيت اللي يسترها يا حلو الكم يا شاو الكم يا شاو الكم أمك جوز. أراجوز بتحب
كذا 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 مفهوم؟ كذا 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 معلوم. دقتي رنا اللي بيجي من الحمار اللي احنا مأجرينه للسياحي كله بيتصرف عليك وانت اللي كل شويه تجيب عيال تجيب عيال. اقول لك صباح الخير يا فاطمي تحبالي، اقول لك مساء الخير يا فاطمي تولدي، اقول لك سلام عليكم تجيب اتنين بدأ. طب وانا اعمل ايه يا اخويا؟ وبعدين العيله عزوه يا ابو العيله. لا عزوه ايه؟ والله عزوه ايه؟ انا اعمل لكم ايه زياده عن اللي انا بعمله؟ وما انا بجيب لكم اللي بقدر عليه وانتوا اللي طول الوقت عمالين تكتروا تكتروا تكتروا. انا مش قاعد لكم في الدار. انا مش في الدار، انا مش قاعد لكم في الساحه دي. لا يا ولا وانا استنى يا ابو العيله. قومي يا بنت يا فاطمي، العيال دول ما بيحمدوش ربنا ابدا. أيوة. مهما نعمل لهم وجايب لهم يلا يلا. اهدتوا كده على طول ابوكم يكروتني. لو كروتنا ما يحكمش. وعلى رأي المثل ايوه. بقول لك يا شيخ حسان، طلباتك يا عمدي. انا عايزك تاخد الغفير طارق وتروح لاولاد ابو العيله دول وتجيبهم لي. عشان انا جات لي فكري مش عارف ايه هي. ربنا يستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال ادي انت وهو شباب العمدة عايزكم. وهيعوزنا في ايه العمدة داروخة؟ طب والنبي ما احنا رايحين. لا تجادل ولا تناقش واطيعوا الله واطيعوا الرسول يا أولي الأمر منكم. استغفر الله العظيم. يا جماعة الراجل ده شكله طيب والإيمان هيبص من عينيه. وعلى رأي الناس تعالوا نشوفوا عايز ايه. اتكلنا على الله. يلا تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه يا اولاد مالكم متضايقين من ابو العيلة في ايه؟ ابو العيلة ده ولا بيأكلني ولا بيشربني ولا بيجوزني ولا بيعالجني ولا بيلبسني. اطمنوا اطمنوا، انا هلبسكم واحد واحد. انا عايزكم بس يعني تنبسطوا كده، انا هوريكم الخير كله. غفير طارق وزع المعلوم.
طلق يا ابو العيلي. الله يا ابو العيلة. طلق يا ابو العيلي. اطلق دلوقتي؟ ايوه دلوقتي، يعني ناو ناو.